إرث آثار الحكيم نجمة السينما المصرية. آثار الحكيم اسم يرادف السينما المصرية، حيث تركت بصمة لا تمحى في تاريخ الفن السابع. آثار الحكيم اسم يرادف السينما المصرية. بفضل موهبتها الفذة أصبحت رمزاً للأناقة والجاذبية على الشاشة. زينت الشاشة الفضية بحضورها الآسر وأدوارها في أفلام أيقونية مثل الطاووس وسواق الأتوبيس محفوراً في قلوب الملايين. كانت هذه الأفلام بمثابة نافذاً على المجتمع المصري، تعكس قضاياه وتطلعاته. لأكثر من عقد أسرت قلوب الجماهير وجسدت شخصيات ذات عمق وعاطفة. لم تكن مجرد ممثلة، بل كانت فناناً حقيقية تعبر عن مشاعر وأحاسيس الناس. صدى أدائها تردد بين الأجيال، كانت قادرة على نقل المشاعر بصدق، مما جعلها قريبة من قلوب المشاهدين. آثار الحكيم نجمة حقيقية للسينما المصرية. امتدت مسيرتها الفنية لعقود من العصر الذهبي للسينما المصرية إلى العصر الحديث، حيث استمرت في تقديم أدوار مميزة. امتدت مسيرتها الفنية لعقود من العصر الذهبي للسينما المصرية إلى العصر الحديث. كانت دائماً في طليعة المبدعين، تقدم أدواراً تتحدى الزمن، وظلت شخصياً محبوبة وشاهداً على موهبتها وجاذبيتها الدائمة. كانت دائماً قريبة من جمهورها، تتفاعل معهم وتستمع إلى قصصهم. أفلامها أكثر من مجرد ترفيه، بل هي انعكاس للمجتمع المصري، قيمة صراعاته وأفراحه. كانت تعبر عن الحياة اليومية للمصريين وتجسد أحلامهم وآمالهم. جسدت آثار الحكيم هذه القصص ببراعة. كانت قادرة على نقل التعقيدات الإنسانية بصدق، مما جعل أدوارها لا تنسى. تميز أداؤها بالقوة وشخصياتها التي لا تنسى. كانت دائماً تقدم أدواراً تتحدى المألوف وتبرز جوانب جديدة من شخصياتها. امتلكت قدرة فريدة على التواصل مع الجمهور وإضحاكهم وإبكائهم وجعلهم يشعرون. كانت قادرة على نقل المشاعر بصدق، مما جعلها قريبة من قلوب المشاهدين. آثار الحكيم أيقونة حقيقية للسينما المصرية، يتجاوز إرثها حدود أفلامها. كانت دائماً مصدر إلهام للفنانين الجدد وتعتبر قدوة لهم، فهي قدوة للنساء ورمز للقوة والاستقلالية. كانت دائماً تدافع عن حقوق المرأة وتعتبر نموذجاً يحتذى به. آثار الحكيم مصدر إلهام حقيقي. كانت دائماً تسعى لتحقيق الأفضل وتعتبر رمزاً للأمل والتفاؤل. حالة ذعر صحي مفاجئة تجتاح الأمة. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، آثار الحكيم في المستشفى. حبست الأمة أنفاسها وصحة الفنانة تثير القلق. تحولت الهمسات إلى دعوات، واعتصر القلق قلوب محبيها وخشي عليها زملاؤها. ظهرت تفاصيل ضغط دم مرتفع، دقات قلب سريعة، حالة صحية حرجة. يعمل الفريق الطبي بلا كلل، وأولويتهم هي سلامتها. تتابع الأمة الأخبار بترقب وأمل. عادت الذكريات لتغمر القلوب، أدوارها الخالدة، ضحكتها المعدية، حضورها الساحر على الشاشة. آثار الحكيم كنز وطني، وسلامتها فوق كل اعتبار. اجتاحت البلاد موجة من القلق، من صخب القاهرة إلى هدوء القرى. الجميع يلهج باسمها ويدعو لها بالشفاء. آثار الحكيم رمز يوحد الأمة في لحظة تحبس الأنفاس. قلق الجماهير تشخيص غامض. تحولت الأيام إلى ليال ولا جديد يذكر. صمت مريب يخيم على الأجواء. احتشد المعجبون أمام المستشفى، وأضاءت الشموع، وامتلأ المكان بهمسات الدعاء. يتصارع الأمل مع الخوف. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتحديثات، وانتشرت الشائعات. البعض يقول إنها تتحسن، بينما يخشى آخرون الأسوأ. البيانات الرسمية قليلة ومتباعدة، والغموض يسيطر على الموقف. ينتظر الجميع نشرات الأخبار بفارغ الصبر، وتقرأ كل عناوين الصحف بدقة. تتوق الأمة للمعلومات، وتريد الاطمئنان على نجمتها المحبوبة وأن تراها تزين الشاشة من جديد. تحولت الأيام إلى أسبوع، واشتد القلق، وأصبح الغموض لا يطاق. آثار الحكيم مقاتلة على الشاشة وفي الحياة.
يتشبث محبوها بالأمل ويدعون لها بالمعجزة. فيض من الحب، مصر تلتف حول نجمتها المحبوبة. في لحظات كهذه يظهر المعدن الحقيقي للشعوب، حيث تتجلى أسمى معاني التضامن والمحبة. اجتاحت البلاد موجة من الدعم، من المشاهير إلى المواطنين العاديين، التف الجميع حول نجمتهم المحبوبة. لم يكن هذا الدعم مجرد كلمات، بل تجسد في أفعال ملموسة، حيث خرج الناس إلى الشوارع حاملين لافتات الحب والتقدير. فاضت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل الحب والدعم، واكتظت المستشفيات بالورود وأمنيات الشفاء. لم تقتصر هذه الرسائل على المعجبين فقط، بل شملت أيضاً زملائها في الوسط الفني الذين عبروا عن حبهم وتقديرهم لها. وضع السياسيون خلافاتهم جانباً ورفعوا الدعوات وتمنوا لها الشفاء العاجل. في لحظات نادرة توحدت الأصوات السياسية المختلفة لتظهر أن الإنسانية تتفوق على كل الخلافات، ودعا رجال الدين إلى جلسات دعاء على مستوى الوطن. في المساجد والكنائس ارتفعت الدعوات من أجل شفاء نجمتهم المحبوبة، مما يعكس مدى تأثيرها العميق على مختلف شرائح المجتمع. بدا وكأننا البلد بأكمله متحد في قلقه على آثار الحكيم. لم يكن هذا القلق مجرد شعور عابر، بل كان تعبيراً عن حب عميق وتقدير لا يضاهى. كان تأثيرها على المجتمع المصري لا يمكن إنكاره، فهي لم تكن مجرد ممثلة، بل كانت أيقونة ثقافياً ورمزاً للقوة والرقي والمرونة. من خلال أدوارها استطاعت أن تلامس قلوب الملايين وتحدث تغييراً حقيقياً في حياتهم. أسعدت أفلامها أجيالاً وتركت شخصياتها بصمة لا تمحى في قلوبهم. كانت أفلامها مرآة تعكس واقع المجتمع وتعبر عن آماله وتطلعاته. كان فيضان الحب هذا دليلاً على إرثها العظيم. لم يكن هذا الإرث مجرد أعمال فنية، بل كان أيضاً إرثاً من القيم والمبادئ التي جسدتها في حياتها. أصبحت آثار الحكيم، المرأة التي رسمت الضحكة والدمعة على وجوه الملايين، هي الآن مستقبلة لحبهم ودعمهم الذي لا يتزعزع. في هذه اللحظات تجلت قوة الروابط الإنسانية، وأظهرت أن الحب الحقيقي لا يعرف حدوداً. آثار الحكيم، أيقونة خالدة في تاريخ السينما المصرية. منذ بداياتها أثبتت نفسها كواحدة من أكثر الممثلات تأثيراً في هذا المجال، حيث قدمت أدواراً لا تنسى وأداءات استثنائية. بينما تتعافى آثار الحكيم من أزمتها الصحية، يبقى إرثها كأيقونة سينمائية أقوى من أي وقت مضى. لقد واجهت تحديات عديدة، ولكنها دائماً ما كانت تعود بقوة أكبر، مما يعكس عزيمتها وإصرارها. لا تزال أفلامها تسعد وتلهم، وتجسد شخصياتها انعكاساً للمجتمع المصري والطبيعة البشرية. من خلال أدوارها استطاعت أن تعبر عن مشاعر الناس وآمالهم وأحلامهم، مما جعلها قريبة من قلوب الجماهير. تذكرنا رحلتها بقوة الفن في تجاوز الأجيال وجمع الناس معاً. سواء كانت أمام الكاميرا أو خلفها، كانت دائماً تسعى لتحقيق الأفضل، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في الصناعة. إن قصتها هي قصة عزيمة وروح بشرية لا تقهر. لقد أثبتت أن النجاح لا يأتي بسهولة، بل يتطلب جهداً وتفانياً، وهذا ما جعلها تستحق كل التقدير والاحترام. إن مساهمة آثار الحكيم في السينما المصرية لا تقدر بثمن، فقد تركت بصمة لا تمحى في هذه الصناعة، وألهمت عدداً لا يحصى من الممثلين الطموحين، وأسرت قلوب الملايين. من خلال أعمالها استطاعت أن تحدث تغييراً حقيقياً في السينما المصرية. لم تنتهي قصتها بعد، وينتظر محبوها بشوق عودتها إلى الشاشة. إنهم يتطلعون لرؤيتها مرة أخرى تضيء الشاشة بأدائها الرائع وشخصيتها الفريدة. وإلى ذلك الحين يجدون العزاء في أدوارها الخالدة، وتتردد ضحكتها المعدية في ذاكرتهم، شهادة على القوة الدائمة لأسطورة سينمائية حقيقية. إن تأثيرها سيظل حياً في قلوب محبيها، وسيبقى إرثها مصدر إلهام للأجيال.